مشاهدينا وصلنا إلى اللحظات الحاسمة، لحظة البلاي. ريموف ذا كلوث بليز. ماريانا عندنا شوية الله سهل لها، قاعدة في البيت، جت بمكانها واحدة جديدة. What's your name؟ ريرينا. فإحنا إن شاء الله مشاهدينا هذه بهذا البوكس موجودة كل أسماء اللي جاوبوا صحيح على سؤال كم مرة ذكرت اسم يمان بالحلقات الماضية مال بشير شو. الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الصحيحة كانت الإجابة 17 مرة. كل من جاوب 17 مرة نزل اسمه هنا بهذا البوكس. وهسه راح نسوي أول سحبة شفافة بتاريخ البرامج العراقية، أول سحبة ديمقراطية حقيقية. كل اسم هنا نكتب، الشباب انشقوا بالنص بشرفي، ظلوا يمكن يومين بس يقطعون بالأوراق ويحطوهن. المهم لقينا خوش طريقة هاي. فهسه راح نسوي نسحب بشكل عشوائي الأسماء اللي موجودة. ننتظر اللحظة، اللحظة الصادمة، منو راح يفوز بالبلاي؟ الظاهر عندنا فساد إداري بالجمهورية، يعني المفروض تفتر أكثر بس ما افترت أكثر. بس عندنا عود بس المقاول أردح شوية أور ما خلص الحلقة. وقف، نشوف الأسماء اللي المشاركة. عندنا هذا الاسم معلق فوق. الاسم الفائز هو هذا، نصيبه نصر تركي شهاب. مش شفافية بقى، مش شفافية. اهدى نصر، اهدى، لا تخاف، راح يجيك البلاي للبيت. اهدى اهدى، خلاص خلاص خلاص، لا ظل الصيح، لا ظل الصيح حبيبي، لا ظل الصيح. احد قال لك صفق احمد؟ خلاص لا ظل الصيح حبيبي. يلا نصر حبيبي، مبروك عليك البلاي ستيشن، وانا اعتذر من كل المشاركين. المسابقه كانت جدا شفافه. نصر راح يتواصلون وياك حتى ينطوك البلاي ستيشن، والف مبروك. ومو بس بلاي ستيشن، راح تجي وياه باكج مال العاب همات. حتى شنو يقولون؟ أنا داعي له الشباب عن المقاومة الدولية والمقاومة الصهيونية والسوالف.